هل أبديتم للديمقراطي استعدادكم بتغيير مرشحكم السيد برهم صالح؟ لحد الآن المفاوضات لم يصل إلى هذه النقطة، ولكن رئيس إقليم كردستان السيد نيتشيروان برزاني أبدى استعدادي وقال نحن مصرون على حل المعضلة والمشكلة عن طريق المفاوضات والحوار ومراعاة المصالح العليا للشعب كردستان وللشعب العراقي ومن أجل إنهاء الانسداد السياسي. وبدورنا في اتحاد وطني الكردستاني نحن متمسكون بالحل والمفاوضات من أجل إنهاء الانسداد السياسي في كردستان والعراق عموما. Oh.